مرحبا جميعا، إنه يوم حافل. الطفلة وماكس يحتاجان إلى تبديل إطارات، ولكن أين ماكس؟ مرحبا ماكس، هيا أيها الميكانيكيون. يا صفراء! لا، الصفراء قد صدمت رأسها، لهذا سأترك الأمر لكما. قيادة مرعبة جدا. هيا يا صفراء. بدلتما الإطارات ببعضها؟ لا بأس، فجميعنا نخطئ، علينا مبادلة الإطارات فحسب. لا تقلق ماكس، سنصلح الأمر قريبا. يا أيتها الطفلة، نعلم أنك تستمتعين، لكن إنها إطارات ماكس، هل أعدناها إليه؟ أحسنت أيتها الطفلة، من المهم إعادة الأشياء بعد استعارتها دائما. إلى اللقاء قريباً، وداعاً.